من باريس ينضم إلينا عبر سكايب مراسل الغد أحمد كيلاني. أحمد، نتيجة اجتماع خلية الأزمة برئاسة ماكرون حول أحداث العنف أمس. نعم، الرئيس ماكرون أعلن عقب اجتماع خلية الأزمة أنه سوف يتخذ قرارات قوية تضمن عدم تكرار ما حدث يوم أمس، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه القرارات. الرئيس ماكرون قال أيضا أن ما حدث يوم أمس لا يمكن أن تسميته بأنه مظاهرة، بل هم أناس يريدون تدمير الجمهورية. وأضاف ماكرون أن الكثير تم تحقيقه منذ نوفمبر الماضي، ولكن الأحداث أثبتت أو أوضحت يوم أمس بأنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن بسبب هذه الأعمال. أيضا رئيس الوزراء كما ذكرتم توعد برد حازم على المخربين. رئيس الوزراء قال جملة مهمة جدا يوم أمس، قال بأن كل من يقدم الأعذار أو من يشجع على هذه الأعمال سوف يعتبر من الآن وصاعدا شريكا للمخربين في هذه الأعمال. أيضا وزير الداخلية الفرنسي كان قد حمل قادة السفرات الصفراء مسؤولية الأحداث التي جرت يوم أمس، لأنهم أطلقوا بعض الدعوات التي تدعو لممارسة بعض أعمال العنف في الجولة 18 من التظاهرات. يمكن القول بشكل عام بأن الحكومة الفرنسية سوف تعمل على تضييق الخناق على قادة السفرات الصفراء خلال المرحلة المقبلة، خلال الأسابيع المقبلة. نعم، ردود فعل الشارع الفرنسي حول استمرار مظاهرات السترات الصفراء. نعم حازم، المجتمع الفرنسي يرفض هذه الأعمال بشكل مطلق. المجتمع الفرنسي اليوم أغلبية استطلاعات الرأي أشارت إلى أن 52% من المجتمع الفرنسي يرغب بوقف هذه التظاهرات. يمكن القول اليوم بأن هذه الأحداث التي جرت يوم أمس قد تنعكس إيجابا على الحكومة الفرنسية. الحكومة الفرنسية اليوم تريد استغلال هذه الأحداث لتقول للمجتمع الفرنسي انظروا ماذا فعلت السترات الصفراء بأهم وأجمل شارع في فرنسا وربما في العالم، شارع شانزليزيه. انظروا إلى هذه الأعمال وهذا التكسير وهذا النهب وهذا التخريب. الحكومة الفرنسية تهدف في النهاية إلى وقف هذه التظاهرات بشكل كامل، وهي اليوم قد هذه الأحداث قد تنعكس إيجابا لكي تقول للمجتمع الفرنسي بأنه حان الأوان لكي تتخلوا عن هذه الحركة بشكل مطلق وبشكل كامل ولكي تتوقف هذه التظاهرات. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معنا عبر سكايب من باريس.